الرياضة في دقيقة، أهلا بكم. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يجري أول حصة تدريبية رسمية استعدادا لمباراته الأولى أمام منتخب طاجكستان الاثنين المقبل. فوز الأقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يجتمع بغيثة مزدور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. الرجاء الرياضي يخوض آخر حصة تدريبية في غانا استعدادا لمواجهة سامارتكس برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا. يواجه عشية اليوم السبت فريق نهضة بركان فريق دادج البنيني بداية من الساعة 4 عصرا برسم الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. فريق الوداد الرياضي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة المغرب التطواني لحساب الجولة الثانية من البطولة المغربية الاحترافية. الوداد الرياضي يعلن تعاقده رسميا مع المهدي مبارك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لموسم واحد على سبيل الإعارة قادما من العين الإماراتية. الجمع العام العادي لنادي اتحاد طنجة يتأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني للمنخرطين الحاضرين. العداء المغربي سفيان البقالي يحل ثانيا في السباق النهائي لمسافة 3000 متر موانع بالدوري الماسي في ملتقى بروكسل ببلجيكا. ريال مدريد الإسباني يختتم تحضيراته لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة 5 من الليغا اليوم السبت. باريس سان جيرمان الفرنسي ينهي تداريبه استعدادا لمواجهة بريست اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 4 للدوري الفرنسي. إلى اللقاء.